بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رايكم في طبق البتنجان والطماطم والحاجات التحفه الجميله دي، ولا طبق المسقعه الخطير اقتصادي وعلى قد الايد، ولا البتنجان بالكمون، ولا البابا غنور، ولا البتنجان بالخل وتومه؟ ايه رايكم؟ النهارده الحلقه كلها عن البتنجان. ايه رايكم في البتنجان وجماله وحلاوته؟ هنقول يلا بينا، هنخش على مطبخ حبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ حبير وماما على الفيس، ونشوف احلى وصفات بتنجان عملناها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا على المطبخ، يلا بينا. حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال كده يا رب العالمين. بصوا بقى، انا جات لي ايه، شنطه هديه كده، شنطه هديه حلوه قوي، فيها شويه حاجات حلوين. احنا كده نصلي على النبي الاول. هنعمل ايه معانا؟ هنا حته تومه كده، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صل على النبي كده يا جماعه عشان اقول لكم شنطه الهديه اللي جات لي. وهنا حته تومه اهي، نقلبهم بقى كده مع بعض. بص بقى يا قلبي، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل اكله باذنجان حلوه قوي ومستره على قد الايد وتوفير التوفير. هعملها لكم بأقل أقل الحاجات، ماشي. هنا هنعمل في الطاسة دي بتنجان بخل وتوم، خلاص. وهنا هنعمل دي هنا كده بتنجان بخل وتوم، وهنا هنعمل بتنجان مسقعة معانا، ماشي. وهنا هنعمل البتنجان بابا، وهنا هنحمر بتنجان، وهنا برضه هنحمر بتنجان. بس هنا الأول هنعمل ايه بقى؟ بنقدح الزيت قوي. انتوا فاكرين الكفتة اللي الحاجة عاملاها مع بعض؟ كنت انا مطلعه كم واحده كده بقيه العلبه. بصوا حضرتك ثانية معايا، اهي العلبه اهي، ماشي. نطلع كده كم واحده نحمرهم مع بعض. بس نخلي بالنا من الثوم الاول، وقفت على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نجيب الثوم ده نقلب كده، ونيجي للثوم الثاني عشان ما يتهرش بس مننا، احنا ما نعملش حاجة والثانية تتهرش. هنطش كده شوية خل، هي لسه شوية. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الطماطم هنحطها في السلق بس. وهنا برضو معانا ادي الثوم اهي، بصوا شايفين ادي التومه هنا معانا. ما بنحمرهاش قوي يا جماعه، نخلي بالنا بس اهي. كل ده بشويه زيت صغيره، وطشناها بشويه خل زي ما انتم شايفين كده. بس انا بحب حاجه اعملها، ايه هي؟ بجيب بتاعه كوبايه ميه احطها كده هنا، واسيبها ايه عشان التومه تستوي معانا. وفي نفس الوقت هنا برضو كده اهو، الزيت اللي هو القدح دوت اللي صاحي هنعمل فيه ايه؟ احنا علشان نوفر التوفير ونوفر كل حاجه معانا، بنجيب البتنجان ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو بتاع المسقعه. مش بحط حبه حبه، انا حطيت شويه زيت القدح قوي، احطهم كلهم مرة واحدة كده. قطعتها كده مكعبات عشان ما تاخدش مني زيت كتير، وفي نفس الوقت يستوي البتنجان ويبقى ايه حلو. عملت في الطاسة دي لان الطاسة دي بتسخن بسرعة والتيفال بتاعها حلو اهو، ماشي. نقلب بقى ايه براحتك، ونيجي هنا. معلش انا طولت عليكم، بس بوريكم واحدة واحدة. ادي بقى ايه، ماشي. ايه رأيكم يا قلبي؟ بصوا بقى احنا هنا اهو، نقلب بقى فيه كده على فكرة ان هو ما يشربش مية مننا كتير اهو. زيت مننا كتير ولا ايه اهو، ماشي. وهيتحمر، وهو لكم دلوقتي اول ما هنحمره هيبقى شكله عامل ازاي. ادينا وفرنا. انا هحمر بتنجان في الزيت اللي هناك ده بعد الكفته، بس لما
كفته تطلع، لان ماما بتحب ايه تاكل بتنجان. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بتنجان عليه ملح وكمون بس، بقى كده ادينا اهو هقلب في ده كده مع بعض ماشي. وهاجي هنا للبابا نقلب كده، ما نسيبوش يا جماعه اهو. وما قلتلكوش بقى الهديه اللي جات لي، جات لي شنطه بصل كده عقبال اماليكم. هو دلوقتي اللي حد يروح لحد ما يجيبلوش تفاح ولا موز ولا عنب ولا برتقان ولا الكلام الفارغ ده. بصل، برتقان، بصل، بطاطس، رز، سكر، زيت. يعني انا بطلب ويا ريت كل الناس تقول كده، لحد يجي لحد يجيب له دي الزياره بتاعته، ولا تفاحه ولا الكلام الفارغ ده، يجيب اللي انا بقول عليه دوت، تبقى حاجه حلوه وجميله اهو. هيتحمر بقى معانا ونقعد ايه نقلب في كده ماشي. هنا بقى هحط الملح هنا اهو، هحط شويه كمون على شويه من سبع بهارات على شويه كزبره ماشي، على واحده مرقه، مش هحط ملح دلوقتي. وهاجي برده هنا كده على البتنجان ابو خل وتومه، ادينا حطيت برده شويه فلفل عليه. بصوا بقى حلو ازاي وجميل. هنحط شويه برده كمون وشويه من البهارات ونقلبه كويس جدا. غلوة والتانية وهط عليه، اطلع شوية بتنجان من ده بعد ما يتحمر احط هنا، والبابا هنعمل واحدة واحدة مع بعض. وادي الكفتة بتتعمل، وهنقلي برضو بتنجان مع بعضينا ماشي. بصوا حبايب قلبي، بصوا بقى البتنجان اللي هو اللي احنا هنعمله مسقعة، بصوا بقى حلو ازاي واستوى وجميل اهو. ما خدش من هنا زيت ولا خد من هنا حاجة، المسقعة تتعمل كده عشان خاطر الزيت ماشي. ودوت هنا اللي خلاص اتقشر، حطيت البتنجان اللي احنا شويناه، اول ما يطلع يطلع على طول في ميه ساقعه كده علشان ما يسودش منك، وبعد كده تقشريه وهوريكم هعمله ازاي مع بعض. وهنا بنحمر اهو البتنجان ده اللي هعمله بالملح والكمون عشان ماما بتحبه اهو. بصوا مع بعض كده واحده واحده اهو. وايه بقى جايبه طاسه علشان مصفى، هطلع واحط على طول البتنجان في المصفى قبل ما احطه في الطبق وقبل ما احط عليه اي حاجه، علشان ايه بقى؟ عشان اي زيت زياده فيه يتصفى. وهنا بصلايه صغيره اهي بنشويها عشان هعملها مع البتنجان. ايه رايكم؟ تعالوا بقى بصوا دلوقتي كده، دي كده خلاص بسم الله ما شاء الله، نحط بدلها على طول اهي. بصوا بقت حلوه وجميله ازاي، بصوا الشكل عامل ايه. احطها على طول هنا في قلب المصفى ونحط مكانها ونقلب بقى عشان ما يتحرقش مننا اهو. مش عارفه في ايه النهارده في الطاسه اهو. ايه رايكم؟ وفرنا ولا ما وفرناش؟ وفرنا شويه والله، وفرنا كتير. يعني عملنا المسقعه بدون زيت، بزيت بسيط قوي 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 يعني. دول بس شويه اللي انا هقليهم، وهعمل برضو ايه معايا كام واحده كده غسلتهم وقطعتهم اللي هو البتنجان المخلل. هعمل طبق حلو كده بتنجان مخلل زيكم، نحطه كده في وسط الاكله يبقى حلو وجميل ماشي. بصوا بقى هنا ادي كده اهو شايفين، خلينا زي ما احنا عشان حاطه بس الموبايل على الشاحن. اطلع ثانيه، بصوا كده حبايبي هنا البتنجان خلاص اهو. هنعمل ايه بقى؟ بصوا شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ مفيش زيت خالص اهو، حاجة بسيطة جدا. هنيجي بقى مش هناخد الطماطم دي كلها، هنعمل ايه؟ هناخد جزء كده منها اهي اتثبتت عليه. ايه رايكم؟ انا حسيت ان الطماطم ممكن تكون كتيره، انا كده قفلت على الطماطم اصلا. بصوا بقت مسقعه ولا مش مسقعه؟ ايه رايكم؟ والله طعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا الجمال، بقت مسقعه ولا لا؟ وحلو قوي قوي قوي. ممكن احط عليها بقيه الطماطم دي، هشوف في الاخر خالص نشوف الدنيا فيها ايه ماشي. بس طريقه حلوه وسهله وبسيطه والله. بصي يا قلبي ده ابو خل وتومه، تعالوا بس كده انتوا على جنب اهو، خدت منه بصوا وحطه كده.
كام واحدة بس كده. ده طبق اهو باذنجان بالخل والثوم، حلو وجميل يتاكل جنب اي اكله. ايه رايكم؟ تعالوا بقى كلوا معانا، نطلع بقيه الحاجه اوريها لكم. بصوا يا قلبي، انا بقشر الباذنجان بقى، بس الباذنجان علشان خاطر ما يسودش ويفضل ابيض كده معاكي. بصوا نقطه خل بس عليه كده، مش هنكتر الخل فيه. ماشي، هوريكم دلوقتي انا هعمله ازاي. انا الطحينه خلصت عندي، بعت جبت ب10 جنيه طحينه، هتبقى قليله شويه. شوفوا هنكترها وهنظبطها وهنعملها ازاي. خليكم كده معايا، اقشر الباذنجان وهوريكم هنعمله بطريقه حلوه وموفره واقتصاديه وحاجه جميله جدا هتعجبكم قوي ان شاء الله. خليكم معايا حبايبي الحلوين. بصوا بقى عملنا ايه دلوقتي. جبنا هنا الخلاط، حطيت نص كوبايه لبن وشويه ملح وشويه كمون وشويه صغيره قوي من 7 بهارات وحته تومه. ماشي، انا هنا معايا ده رغيف عيش مبلول، بليته وعصرته قوي، هنحطه كده خلاص. دول كده ب10 جنيه طحينه، هناخدها كلها وهنعمل منها احلى اكله وهنعمل حاجات حلوه قوي قوي قوي. ماشي، هضرب بقى الطحينه مع اللبن مع شويه الملح وشويه الكمون ونرجع تاني نحط بقى ايه الحاجات دي. نحط هنا ادي البصل وادي الفلفل، ممكن ناخد الفلفل معاه شويه اهو يبقى معاه، لاني احنا عايزين الباذنجان هيكون لفه بسيطه بس. بصوا بقى، طبق المسقعه، طبق ابو خل وتوم، وطبق الباذنجان العادي، وبنقلي لسه الباذنجان التاني. عندنا شنطه باذنجان هنسيبها، لازم نستغلها ولازم نشوفها، لو سبناها الباذنجان هيدبل ويبوظ بسرعه. اضرب دول الخلاط، اضربهم في الخلاط قوي قوي ونرجع تاني. حبايب قلبي بصوا الطحينه والسمك بتاعها بقت جميله ازاي، وبصوا بقى محبه كبيره ازاي. طحنتهم وضربتهم كويس قوي قوي قوي. نحط بقى الباذنجان بتاعنا والبصل وهنضرب ضربه بسيطه قوي علشان يبقى معروف انت بتاكلي ايه، يعني ما ندوس عليه قوي، هي تكه والتانيه اهو. اضربهم ونرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا برضو اهي فيها كلكعين. بصوا عملنا من 10 جنيه بابا بالطحينه اهو. ايه رايكم؟ طعمها حلو جدا جدا. بصوا الجمال، نحطها على جنب ونجيب هنا بقى. هحط هنا، ده هنا حته تومه اهي، هقطع عليها قطايه صغيره وقرن فلفل صغير، اخد حته منه صغيره واحط شويه كمون شويه بهارات واخلي بيه طبق الباذنجان اللي موجود معانا. خليكم معايا حبايب قلبي الحلوين، ايه رايكم في الاكله الجميله الحلوه دي؟ سهله وبسيطه وموفره جدا. جاتلك شنطه باذنجان هتسيبيها؟ لا طبعا، لو سبتيها هتبوظ منك وتدبل وهترمي نصه. قومي كده اعملي زي عندك باذنجان، اعملي كانت ناقص لها دي، اعمل بطاطس، يعني كان ناقص بطاطس محمره بس للاسف الشنطه اللي جت ما كانش فيها بطاطس. نبقى نجيب بطاطس بعدين، واللي يجي يزور حد يا ريت يجيب له بطاطس، باذنجان، بصل، اهم شيء طماطم، ثلاث حاجات، اهم ثلاث حاجات. ماشي، ان شاء الله كده اشوفكم في الهنا والسعاده، احلى اكله وموفره وعلى قد الايد. ويا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، يكون فيديو سهل وبسيط، واتمنى من الله ان كل حاجاتي تكون كويسه وعجباكم. تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس، واتمنى لكم الهنا والسعاده. ما تنسوش كلامكم الجميل هو اللي مخلينا مكملين معاكم ودعمكم لينا. ان شاء الله كده نشوفكم في الهنا وفي السعاده، واشوفكم في كل جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.